السلام عليكم. بعد الضجة الكبيرة وموجة الانتقادات والغضب التي جاءت إثر خبر سفر اللاعب الجزائري هشام بوداوي إلى الكيان الصهيوني رفقة فريقه نيس الفرنسي، اليوم لملاقاة فريق هابويل بيرسبع الصهيوني خرج اللاعب عن صمته وطلب العفو من الجزائريين. وقال بوداوي في رده على موجة الغضب: سامحوني، أنا لست المسؤول في فريق نيس، أنا مجرد لاعب في الفريق أفكر في مستقبلي، أنا متمسك بديني وبعبارة مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. هذا وأثار رحيل بوداوي إلى تل أبيب غضب كبير من الجزائريين، واعتبره كثيرون تطبيع مع إسرائيل، خاصة وأن موقف الجزائر واضح إزاء القضية الفلسطينية، فيما قال آخرون أن اللاعب الدولي هشام بوداوي راح ضحية مؤامرة خبيثة.